كابتن هاني، لقاء مهم جدا النهارده، بدايه دور المجموعات، اكيد ضربه البدايه بتكون مهمه للنادي الاهلي في بطوله افريقيا. مفيش شك طبعا، البدايات دايما بتكون مهمه جدا جدا، سواء على اي بطوله، بطوله الدوري، بطوله لان احنا بالنسبه للنادي الاهلي لعبنا ماتشين الدور التمهيدي، ولكن البدايه الحقيقيه هي بدايه دور المجموعات الحقيقه. ودايما خلال يمكن الخمس سنوات اللي فاتوا النادي الاهلي كان دايما بداياته في اربع بطولات البدايه بتكون جيده جدا، وبالفوز في اول مباراه في دوري المجموعات. لكن يمكن البطوله دي، كل بطوله بنقول بطوله استثنائيه، بطوله مختلفه. النادي الاهلي كمان عنده مباريات كثيره في المرحله اللي جايه، عندنا بطوله كبيره الانتر كونتيننتال، عندنا الدوري، عندنا بطوله افريقيا. فالحقيقه ما زال النادي الاهلي الحقيقه بيشتغل تحت ضغط كبير جدا، لكن خلاص اتعودنا، واللعيبه اتعودت، الجهاز الفني اتعود، الجماهير اللي يهمها اولا واخيرا ان شاء الله بيكون المكسب بالبطولات. مجموعه النادي الاهلي الحقيقه مجموعه مش سهله، خلينا نتكلم بكل امانه. استاد ابيجان من سنوات طويله ما بيلعبش في دوري الابطال، لكن مدرسه كوت ديفوار عندهم فريق جيد جدا دلوقتي في المركز الثاني في الدوري الساحل العاج، عنده قدرات هجوميه بشكل كويس، عنده بعض المشاكل الدفاعيه، عندنا فريق كبير من الجزائر، عندنا فريق كبير قوي كمان مميز جدا من جنوب افريقيا. فالحقيقه دور المجموعات في مباريات كثيره صعبه، وبالتالي النهارده مهم جدا جدا، واكيد ده واصل لكل الناس بالاخص طبعا الجهاز الفني واللاعبين، ان الفوز النهارده شيء ضروري، مش هقول لك حتمي 100%، لكن ضروري جدا انك تبدا هذه المجموعه بالفوز، لان بعد كده عندك مباريات كتيره سواء على مستوى العالمي في الانتر كونتيننتال، هترجع على تروح على الجزائر، وبعدين عندك مباراه مع جنوب افريقيا في جنوب افريقيا، وبالتالي المباريات كلها هتبقى مباريات صعبه. ان شاء الله بدايه تكون قويه، يعني شايف من التشكيل ان كولر يعني هنتكلم عن التشكيل دلوقتي، لكن البدايه طبعا مهمه جدا، ان احنا ان شاء الله باذن الله النهارده نعمل اداء جيد، نتيجه جيده، كمان بتدي انطباع وبتدي رساله لباقي الفرق في المجموعه ان النادي الاهلي ان شاء الله من اول مباراه ان شاء الله يكون متصدر هذه المجموعه. كابتن عماد، من المفارقات الغريبه او المقارنات الغريبه النهارده بتشوف مارسيل كولر يعني بدا مشواره التدريبي، والمدير الفني الفرنسي النهارده للاستاد ابيجان الكسندر لافيت يعني ما كانش اتولد النهارده. بنتكلم عن فرق العمر السني 64 سنه كولر، 27 سنه المدير الفني لساده بيجان، في فرق كبير جدا في الخبرات. اكيد طبعا في فرق خبرات، لكن اكيد كان لعيب كوره، وممكن يكون الظروف ممكن يفاجئنا النهارده. بص، كلام الثلاث مدربين اللي هيلعبونا كلهم كلامهم ايجابي جدا على النادي الاهلي، وعارف قدر النادي الاهلي بشكل كويس جدا، وعامل استعداده للمباراه بشكل كويس جدا. هو مرن في قطاع ناشئين باريس سان جيرمان. فانا اقول ممكن اسام من الناس اللعيبه اللي ما خدموش الظروف يا كابتن هاني ان هو يكون يكمل مسيره في الكوره، فبدا مجال التدريب من بدري، 27 سنه سن لعيب كوره. ممكن يكون في لعيبه في الملعب اكبر منه، انا وده شيء اكيد، 29 28 30. فارق السنين هي مش فارق سنين كوره اسام، هي فارق سنين التدريب. هو بدأ مجال التدريب من امتى؟ ودي معلومه المفروض يعني ان احنا عايزين نتاكد منها، هو بدأ مجال التدريب من امتى برضو؟ يعني احنا 27 سنه ممكن تكون بدايه التدريب، مش هيروح نادي كبير زي استاد ابيجان. مرن في ناشئين باريس سان جيرمان، مسك قبلها كره نسائيه، ودي تعتبر اول محطه يعني تجربة. هو سلاح ذو حدين، يعني انت بتتكلم على في دفعه في يعني هو عامل نتائج في الدوري، عامل نتائج كويسه طبعا في ساحل العاج، وبالتالي لا يعني انت دايما تقلق شويه من المدربين اللي بتقول عليهم ما بين قوسين كده مدربين صغيرين، لان عندهم افكار جديده، وممكن يكون عنده حماس وعنده جراءه بشكل كبير. ما هو ده نفس الكلام، مش عايزين يبقى فارق السن يبقى في فارق في الاداء، مش عايزين نتفاجئ يعني. يعني احنا برضو خارجين من التعادل الاخير في مباراه الاتحاد، عندنا ارقام ايجابيه كتير، لكن برضو عندنا ارقام سلبيه في اضاعه الفرص وعدم استغلال الفرص وعدم تعزيز المكسب. ايا كان المدرب 27 سنه 37 سنه، البداية فارق الاهلي هي الاهم النهارده. طبعا 3 بونت مهمين، المكسب النهارده مهم، الماتشات اللي جايه هتلاقي عندك هتضغط، ممكن كابتن هاني يتكلم في موضوع الماتشات ما بين الماتشين، ما بين النهارده وما بين مباراه جنوب افريقيا، عندك مباراه البنك، بعد مباراه جنوب افريقيا هتروح للانتر كونتيننتال، بعدين ترجع على شباب بوليسداد. فبدانا يا اسامه اللي هو الماتشات اللي هتبقى مختلفه، افريقيا، دوري، انتر كونتيننتال، ترجع تاني لافريقيا. على اللعيب انه يبقى في اعلى
تركيز جاهز. عدد المباريات دلوقتي بقى كويس، احنا لاعبين في الحدود الثمان مباريات بخلاف المباراتين اللي دخلونا دوري المجموعات، لكن ثمان مباريات كانت كفيله ان شاء الله ان هي تدي لكولر زي ما احنا شايفين النهارده في التشكيل، وحتى لو في تغيير في اثنين او ثلاث لعيبه، لكن اهميه المباراه هي الدفعه اللي في الاول. المكسب مهم، ثلاثة نقط يبقى في الحساب وفي الرصيد، وخاصة إن احنا في آخر ثلاث أربع سنين بنكسب وبنكسب الحمد لله مكسب مريح، 3-0 3-2 المريخ. دي أنا لسه أروح للأستاذ أيمن جلبرتو فيها للأرقام. دايما بدايات النادي الأهلي خاصة في أربع سنين زي ما الكابتن عماد قال، ضربة البداية مهمة جدا. يعني الحمد لله آخر أربع مباريات، في أول مباراة في دوري المجموعات النادي الأهلي بيفوز ثلاثة، وكمان الأرقام النهاردة لما بتواجه الأهلي مع الفرق الإيفوارية دايما الغلبة بتكون النادي الأهلي، لكن ده كله بيترجم على ملعب المباراة. أكيد طبعا المباريات دايما بتبقى البدايات زي ما بنقول كده، البدايات مهمه، هي اللي بتبقى مفتاح ليك في مشوارك، كمان بتبقى مؤشر زي ما كابتن هاني كده قال، انت بتدي رساله لباقي فرق افريقيا برضو. استاد ابيجان هو فريق في المستوى الرابع، فبيلعبك على ارضك وسط جمهورك، الامور لازم دايما تبقى هي في المتناول بتاع النادي الاهلي، واعتقد هي فرصه وتجربه ان النادي الاهلي لو طبق برضو افكاره اللي طبقها في مباراه الاتحاد او في مباراه سيراميكا وحتى في مباراه زد، انت ممكن تكسب مكسب مريح، كمان تقدر تعمل الروتيشن الجيد ان انت تريح لعيبتك وتجهز لعيبه تانية عشان مباراه البنك الاهلي ثم مباراه اورلاندو. هي الفتره دي هي كلها كده، انت لازم تاخد المباراه بمباراه، ولكن في نفس الوقت بيبقى عندك حسابات. فالميزه في ضربه البدايه دايما هي بتريحك زي ما انت قلت كده، البدايات كلها كانت جيده، حتى لو تعثرت مثلا في مباراتين في دوري ابطال افريقيا، لما بتيجي تلم نفسك في زي نقول كده في اخر ثلاث مباريات هتلاقي دايما اللي بيساعدك الحصيله اللي انت خدتها بالظبط كده البدايه. فالنهارده هي مباراه على الارض الواقع وبالورق وكل حاجه، لازم نتكلم ان هي في متناول النادي الاهلي، المفاجآت موجوده في كره القدم، نسبه زي ما بنقول كده لو في 99% انت هتكسب، في 1% انت هتخسره، ممكن يبقى هو ده. فانت دايما بتحاول تبعد عن المفاجآت، تبعد عن اي مشاكل انت ممكن تواجهها، خصوصا في المباريات اللي احنا زي ما بنقول كده ايه، هي مباراه مع تصنيف فريق تصنيف رابع على ملعبك، فهي بتبقى المفتاح بتاعك لبقيه المشوار. يعني